كده اللي سمع كذب اللي شاف. الناس كلها قالت ان الحاجة توحيد ضربت بالنار. وانا اخوها اقول لك اتزحلقت وماتت لما راسها خبطت في الحجر. كده انا هضطر امر بالتشريح، مش هيطلع تصريح دفن غير بعد التشريح. ما حدش هيمد ايده على اختي. غصب عني يا حاج، بس لازم نمشي قانون. لو تقدر تمشي مشي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا بيه دلوقتي انا اختي الوحيده ماتت، حياتك الباقيه يرضيك البهدله؟ كل اللي عاوزه ان العظم يرتاح في التراب بدون بهدله، هتبقى جميله كبيره قوي. يا بيه في راجل عندنا اتقتل عشان اختي، اختي تتقتل تعقلها دي؟ هو ده العشاء. الله يخليك، مع السلامة. خيري. ايوه يا حاج. روح هات تصريح الدفن، عاوني بيه هيخلص. حاضر. هتطلع من بيتها ولا من بيتك يا حاج؟ من بيت ابوها، من المنظرة القديمة. كانت بتحبها. سيد هتلاقي العيل الصغير، هاته وتعالى. ما تخليه عندي احسن يا ابوي، انا عندي امان. ماشي يا ولدي ماشي. ودي يا نار اللهايب اصرخي بدون حواليا اعلي وامشي ورايا فين ما اكون. ودي يا نار اللهايب اصرخي بجنون حواليا اعلي وامشي ورايا فين ما اكون. أنا مش بجيد الحطب، أنا بحرج الحكايات وبسد ديني اللي عايشني سنين مديون. يا قلبي يا قلبي المرحومة الناس كلها هتحبها ومربية نص البلد، مين هيعمل كده؟ هيبان، كله هيبان. يعني مفيش عزا يا حاج؟ لا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. البقية في حياتك في بنت عمي يا ولد عمي. قلنا مفيش عزا يا ابو ذكري. وعرفت مين اللي عملها؟ لسه. والله حاجة ما تتصدقش، مين ده اللي يفكر يأذي توحيد؟ اللي ربنا رايد له يدوق العذاب على ايدي. والله حاجة غريبة، توحيد دي بيت ربي اللي ما يخصهاش. الله يرحمها الواد ولد المهندس بتاع مصر كان عندها في البيت. يا عيني مين دلوك حيراعيه؟ انت شفته فين؟ عندي سيد في الورشة. تعرف الواد ده يا حاج؟ سيبني في اللي أنا فيه يا أبو ذكري. أصل أخوك يعرفه كويس. أبو ذكري قوم روح وسيبني في همي. الهم همنا كلنا يا حاج. يكون مين اللي عملها يا حاج؟ لا إله إلا الله. مناع تعال شوف أبو ذكري يشرب إيه. مناع يا
إله إلا الله. في ناس غريبة بره جاية تعزي. مفيش عزا. قلت مفيش عزا. مشيهم ومشي أبو ذكري كمان. أمر الله يا ولد أبوي. أمر الله؟ ربنا ما يأمرش غير بالعدل والرحمة. وإيه اللي في إيدنا نعملوه؟ في إيدنا كتير. المهم ولادك عندي كامل ما تخافش عليه. قوم أنت ناوي ارتاح. يا ريتنا ما قسمنا ولا تلمينا سوا قدام الناس. أيوه. اتلمينا عشان نتفرجوا. روح انت ارتاح شوية وانا طالع مشوار وراجع. دول ده جت في العظم يا هضبي. بقيه في حياتك يا حاج. هي كانت البقيه يا هضبي. اعتبر اللي هتدور عليه الدور ده ضرب النار علي انا. لان عياره موت حاجات كتيره قوي جواي. حاضر يا حاج. ما حدش يطلع من البلد ولا حد يخش. وتفتش كل بيت بالراحه. حد ما نشوف مين اللي ممكن يعمل كده. حاضر. وتنزل للمنظر تجيب لي الخبر بأي طريقة يا هضبي.